مع اقتراب غروب الشمس يتجه العشرات من صيادي السمك إلى سد الحسكة الجنوبي. الحاج نذير في الستينات من عمره يعرف بملك الصيادين في مدينة الحسكة، يقضي أغلب أوقاته في انتظار ما تأتي به شبكة صيده من أسماك صغيرة من البحيرة، وقمة سعادته عندما يصطاد السمكة. هذه السمكة من النوع التي لا تكبر، لذلك يستعملونها كطعم ليجذبوا بها الأسماك الكبيرة. وجدت هذه السمكة في الشبكة، سأعطيها للحاج نذير ليضعها في السنارة. شكلها من زانفة الظهر. مشان ما تقتلها. مشان أيوة تبقى طيبة حية يعني. هلا بالمي قطع الشاطي، شوف شلون تتحرك. هاي حركتها، شايف تتحرك هي. هاي حركتها تجذب السمك، شايف. أيوة هذا اسمه الطعم الحي، تجذب السمك الكبير. في أغلب ليالي الصيد يجتمع الصيادون حول هذه البحيرة ويتبادلون الأحاديث مع شرب الشاي. الساعة 5 فجراً نتجه مرة ثانية نحو السد الذي يبعد 30 كيلومتراً عن مركز مدينة الحسكة. أكثر وقت مناسب لاصطياد السمك أي وقت؟ تمام. بالضبط. السمك اكثر شيء يتحرك مشان ياكل قبل الغروب. اي تقريبا بنص ساعه لبعد الغروب، شيء بساعه. وبعد الفجر قبل طلوع الضوء تماما. اي يعني لحد الصبح. تمام الصبح. وبالصيف، بالصيف لما يحر الجو شوي يعني يصير حراره المي عاليه شوي يطلع كمان على الشاطئ. تمام، يعني هاي الأوقات اللي يأكل بيها السمك. من نوع لنوع يتغير ولا كل السمك بشكل عام هيك؟ لا، في هلا في أنواع كثيرة. هلا ايه؟ في سمك، هلا عندي القراميط، نوع القراميط اللي هو السلور. ايه؟ الجري. ايه؟ أكثر شيء أكله بالليل. أكثر شيء أكله بالليل، وهذاك طبعا أكله أكثر شيء لحومات. هلا هدول كلهم نوع واحد حجي؟ هذا كله زازان. أيوة تمام، هذا نوع من أنواع الكرب طبعا. من امبارحة لهلا كم سمكة صدتوا المجموعة تبعيتكم اللي جاية؟ والله الشباب صادوا، بس طبعا أزهر من هاي. ايه أزهر. الشباب صادوا، اصطادوا تقريبا كل واحد شيء 5 أو 6 شغلات. حجي انت بالعادة لما تجي وتصيد سمك يعني للبيت ولا للبيع أكثر شيء يعني؟ لا. هواية ولا مصدر رزق؟ لا 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 ابدا، انا ايه؟ بالاساس مدرس. ايه لكن هوايه اطلع ايش اصطاد، اودي للبيت، ممكن اودي لاهلي، ممكن اودي لصديق. يعني بتعملها هدايا كمان للعيله. تمام. بالمناسبات يعني حدا عنده عيد ميلاد بدل الجاتو بتاخذ له سمكه. يوجد العديد من انواع الاسماك في هذه البحيره، والنوع الاكثر انتشارا هو سمك الزازان. سابقاً كان يوجد سمك المشط بكثرة، ولكن شهدت السنوات الأخيرة نفوقاً جماعياً لهذا النوع من الأسماك. صيد الأسماك لدى البعض هواية ولدى الآخر مصدر رزق. بشكل عام أهالي مدينة الحسكة يحبون الصيد ويقضون أغلب لياليهم على السدود. يبيع الصيادون الأسماك على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحسكة أو في مركز المدينة. كم كيلو سمك يباع في اليوم الواحد؟ 50 إلى 75 كيلو. هل هذه الأسماك جميعها من سد الحسكة أم من مدينة منبج الرقة والطبقة؟ من كل المناطق يأتينا. هذه من أي منطقة؟ من سد الحسكة. أهالي الحسكة يفضلون سمك السد أو التي تدخل من المناطق الأخرى منبج الرقة والطبقة؟ بسبب اهتمامهم بصيد السمك وحبهم لهذا الصنف من الطعام،
قام أهالي مدينة الحسكة بتسمية موقف للباصات في حي العزيزية بالمسمكة نسبة إلى مصطلح السمك. نالين حسن، روداو، الحسكة.